احنا معانا التليفون الاستاذ عماد صفوت الناقد الفني بجريده اليوم السابع. استاذ عماد صباح الخير. صباح الخير استاذ اسماء، ازي حضرتك؟ اهلا بيك. يعني بكل تاكيد انت تابعت ردود الافعال من اول نشر البرومو، او خلينا نقول برومو بقى الترويجي اللي احنا منتظرينه لعرض فيلم السرب قريبا في دور العرض، زي ما نشر الاستاذ تامر مرسي رئيس مجلس اداره الشركه المتحده للخدمات الاعلاميه، وكان كمان بيتكلم على هذا التوثيق بعد صدور توثيق بطوله كبيره جدا للقوات المسلحه المصريه بقرار من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لمداهمه يعني وقر من الاوكار الارهابيه لتنظيم داعش الارهابي في ليبيا. الحقيقه ان بمجرد نشر البرومو امبارح حصل انتفاضه كبيره في السوشيال ميديا. ده صحيح. والحقيقه ده ينم على ان احنا بنفتقد الناس مشتاقه الناس مشتاقه للاعمال الوطنيه، خصوصا انه يحسب كمان الحقيقه لاستاذ تامر مرسي رئيس حقيقة مجلس اداره الشركه المتحده للخدمات الاعلاميه، انه اصر على ان يكون كل سنه في عمل واثنين اعمال وطنيه الاجيال اللي طالعه الجديده تتربى عليها وتشوف قد ايه ان ولادنا ولاد الشعب المصري بيضحوا بارواحهم عشان خاطر احنا نعيش واهالينا يعيشوا. والحقيقه ان ما فعلته الشركه المتحده سواء بدءا من السنه اللي فاتت واللي قبلها، بدايه من كلبش ثم مسلسل كلبش للنجم امير كراره ثم مسلسل الاختيار برضه لامير كراره، اللي قد ايه بين مسلسل الاختيار يعني التضحيه الكبيره طبعا اللي عملها ولادنا في الجيش المصري عشان يفضوا بارواحهم والغالي والنفيس. طبعا احنا قلوبنا اتقطعت في الاختيار، كنا قاعدين الولاد الصغيرين كانوا بيجروا على التلفزيون قبلينا. صحيح صحيح. يقول لك المنسي جاي. وبالتالي كمان السنه دي في حاجة كبيرة جدا في فيلم السرب. فيلم السرب ده حقيقي هيبين قد ايه عظمة الجيش المصري في أخذ الحق لأولاده بعد قرار السيد رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي. أيوه. لما أمر بالضربة الجوية على مواقع داعش زي ما حضرتك قلتي من شوية. أيوه. ده برد قلوب المصريين. خلينا نتكلم كمان عن في تاريخ السينما انه يحصل توثيق للبطولات العظيمه والتضحيات الكبيره اللي قدمها ابطال الوطن في قرارات الحقيقه كانت يعني مصيريه في حياتنا كلنا كشعب مصر، سوف يتم تسجيلها للتاريخ يعني. لكن خليني كمان اقول لك ان النوعيه دي من الانتاج الفني الكبير الضخم بعدد كبير جدا من النجوم، اللي هو لو احنا بنقعد نشوف صعب جدا ان هؤلاء النجوم يجتمعوا في عمل واحد. حضرتك اشرت لنقطه مهمه جدا. في الماضي لما كنا بنعمل عمل وطني كنا دايما بنروح لحرب 67 وحرب 73 والكلام ده كله، ولكن دلوقتي حرص الشركه المتحده على انها تقدم أعمال وطنية ضخمة وكبيرة وبإنتاج كبير جدا وبنجوم كتير جدا عشان توثق ما يحدث في العصر الحديث. ده يتم توثيقه بقى للأجيال اللي جاية، زي ما تم توثيق يعني ما حدث في 73 وقت حرب الاستنزاف لينا، ولادنا كمان من حقهم يشوفوا ده والأجيال اللي جاية. بس في العصر التكنولوجي، وعشان أنت عارفة إن الولاد الصغيرين بيبقوا طالعين ما بيهتموش دايما بالحاجات اللي قبل كده، بيهتموا دلوقتي بالطيارات الحديثه والعربيات الحديثه والكلام ده كله. وبالتالي الشركه المتحده اصرارها انها تعمل الحاجات الحديثه او الملفات الحديثه اللي لسه متنفذه من خلال 10 15 سنه اللي فاتوا، ده يحسب للشركه المتحده واستاذ تامر مرسي. ده صحيح. احنا فعلا احنا بنشكرك حقيقي، اضطريت انك تعمل الحاجات دي كلها
لسه كمان في مسلسل اسمه هجمة مرتدة هينزل في رمضان اللي جاي، ده بطولة أحمد عز وهند صبري، إخراج أحمد علاء وتأليف باهر دويدار. ده برضو بيتكلم عن ملف من ضمن الملفات. بس خلينا نرجع لحضرتك لفيلم السرب. فيلم السرب هيكون من أهم الأفلام اللي وثقت قضايا أو قضية بطولات حاجة عن القوات الجوية كمان. بطولات الحقيقة. يعني من يعني انا بشكرك جدا الاستاذ عماد صفوت الناقد الفني بجريده اليوم السابع. لا هو من البطولات الحقيقه، توثيق البطولات زي ما بقول لكم للاجيال اللي جايه. يعني انا كنت دايما بقعد اقول، انا لما كان يجي مثلا واحنا بنحتفل بنصر اكتوبر العظيم بقعد اقول انا كنت محظوظه. يعني كنت دايما انا بقعد اقول لنفسي كاسماء، انا كنت محظوظه ان انا طلعت لقيت افلام توثق وتحكي لي عن اللي انا ما عشتوش. كنت بقعد اقول ايه ده، وانا ولادي هيلاقوا ايه بعد كده. دلوقتي انا مش بسال نفسي السؤال ده لاني فرحانه، لان احنا ولادنا هيلاقوا. يعني كلنا ولادنا على فكره صغيرين كانوا قاعدين قدام الاختيار. يعني مش قادره اقول لكم المشهد ده كان موجود في كل البيوت المصريه. لو هو وقت عرض الاختيار احنا كلنا قاعدين ال 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 البيت كله. اجمل حاجه كمان واحنا بنتكلم على واحنا بنشوف هذه البطولات وبكل عزه وفخر، انه العمل الوطني بالمناسبه بيجمع الاسره المصريه كلها. يعني زي الاب والام والولاد قاعدين والجد البيت العيله كلها متجمعه. مش انا بقول انا بحب ده وما بحبش ده، لا احنا كلنا قاعدين مع بعض.